طعن ولا يقبل، ويترتب على الحكم المذكور محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى، وطرده من كل وظيفة وقطع مرتباته. هذا هو الأسلوب الأموي على مر التاريخ. بمجرد تختلف أول شيء يحاربك في ماذا؟ في رزق. أتفضل أمامك. ألم يفعلوا في عهد السيد الطباطبائي؟ مرجعية العصر في ذلك زمان قطعت رواتب طلاب السيد الطباطبائي. هذا منطق أموي حاكم. أنتم اقرأوا أهم أسلوب استعمله معاوية في الضغط وفي إقصاء أتباع علي هو ماذا؟ قال اقطعوا كامل المرتبات حتى هذول يعيشون ماذا؟ الفقر والحاجة. وهذا هو المنطق السائد. التفتوا. وقطع مرتباته في أي جهة كان، وعدم أهليته للقيام بأي وظيفة. بالكم وإياك واحد يطي وظيفة ملان، بمجرد يطي وظيفة إحنا ذيك الجهة ماتين نصدر فتوى وظيفة عمومية دينية كانت أو غير دينية. عمه يشتغل مدني يقول أبدا، هذا لابد يموت إعدامه، لكن إعدامه لشخصيته ولحياته. فبناء على هذه الأسباب حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر بإجماع 24 عالما معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ عالم مو بقال مسكين، الشيخ علي عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة فلان، ومؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم من زمرة العلماء. خلصت. هاي السنة عزيزي، والله هذا منطق السلطة الدينية الرسمية يكون في علمكم. منطق أي سلطة رسمية مثل السلطة السياسية، السلطة السياسية اللي يعارضها شي يسوي ملان؟ ها؟ لو يسجنوا، لو يعدموا، لو يشردوا. نفس المنطق موجود أين؟ في السلطة السياسية. هذا الرجل ماذا قال عزيزي؟